Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Bismillahir Rahmanir Rahim. السلام عليكم. أخوكم المتكلم عبدالله الكمالي من دولة الإمارات العربية المتحدة بدبي، وهذه الزيارة الثانية لمدينة أمنتون الكندية، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب هذه الزيارة في صحيفة حسناتنا وعمل راعاتكم الله عز وجل في دبي، مدير مشروع مكتوب لتحفيظ القرآن الكريم بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي. نشرع في موضوعنا رعاكم الله عز وجل، فأقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هناك سؤال يأتي في أذهان كثير من الناس. هذا السؤال يأتي نتيجة مقدمة يعرفها الجميع. يعرف الجميع أن الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لعبادته سبحانه وتعالى. الله جل جلاله يقول لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل عمل يفعله المسلم من العمل الصالح له الأجر العظيم عند الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال ربنا في الآية الأخرى: وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل لم يخلقنا معاشر الإخوة الكرام في هذه الدنيا كي نأكل ونشرب وننام وغير ذلك، لا، بل خلقنا، خلق الله فلان وعلان وفلان وعلان، كي نتقرب إلى الله عز وجل بالقرب الصالحة والعبادات التي شرعت لنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يأتي السؤال الذي قد يطرحه كثير من الناس. ما هو هذا السؤال؟ ما هي القرب؟ ما هي العبادات التي أفعلها في هذه الحياة الدنيا؟ لعل قال الأخوة يقول لي الآن: يا شيخ، أنت تكلمت وقلت بأننا خلقنا في الدنيا لعبادة الله، طيب دلونا على هذه العبادات، دلونا على هذه القرب، ما هي العبادات التي ينبغي علينا أن نأتي بها، والعبادات التي ينبغي علينا أن نفعلها حتى نلقى الله بالموازين الثقيلة، حتى نلقى الله بالحسنات العظيمة، حتى نلقى الله بالأجور الكبيرة. السلام عليكم. Sheikh introduced himself that he came from United Arab Emirates, from the city of Dubai. Dubai. And he's the manager of school for memorizing the Quran. First of all, he praises Allah and thanks Allah subhanahu wa ta'ala and praises his Prophet. First, he said that there is a question in our minds, and that question is, before that question, something also other question that why we created, and as we know, we all created to worship Allah the One, and that's stated in ayah in the Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا يَعْبُدُونَ. That الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا يَعْبُدُونَ. Yeah, the jinn was created before the ins. So first ayah that Allah subhanahu wa ta'ala created the jinns and the ins, the humans, just for worship. They're not created but to worship Allah the One. And also there is another ayah from يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, that whatever we do in our life, even the atom weights, that will count, good or bad. And also the another ayah, whatever you do, even an atom weight will not go for vain. You will be counted, and that's counted and account for that. And also he said that Allah subhanahu wa ta'ala didn't create us to eat and drink and to sleep. We were created to get closer to Allah. How we created for a reason, how to get closer to Allah. And how to go
is with how, by worshipping Allah with what we know as the ibadat. And the question is, what are those ibadat, or how to worship Allah subhanahu wa ta'ala? And he will talk about this ibadah and what the best ibadah we worship or we do to get us more close to Allah, and we get when we meet Allah subhanahu wa ta'ala after the judgment day. الجواب على هذا السؤال أيها الأحبة الكرام، تقربوا إلى الله عز وجل بكل ما ورد في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أننا لا نخترع عبادات من عندنا، لا نأتي ونؤلف عبادات من أذهاننا، وإنما نتعبد لله بما ورد في القرآن العظيم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبودي في هذه الليلة أن أذكر نفسي وأذكر إخواني بقرب من أعظم القرب سنسأل عنها في قبورنا جميعا، بل حتى الكفار سيسألون عن هذه القربة وعن هذه العبادة العظيمة. هذه العبادة إذا أتيت بها حسنت الأجر العظيم في الزمن والوقت اليسير، ولكن هذه العبادة تحتاج منا إلى صدق مع الله عز وجل عندما نأتي بها وعندما نؤديها. لعل قائل يقول: حدثونا، ما هي العبادة التي نريد أن نتكلم عنها في هذه الليلة؟ ما هي العبادة التي لا بد أن نذكر أنفسنا بها ونحاسب أنفسنا على تقصيرنا في الإتيان بهذه القربة وبهذه العبادة العظيمة؟ العبادة التي نريد أن نتكلم عنها هي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله إن هذه العبادة من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. إذا أردت أن تدرك الأولين وتدرك الآخرين في الأجور العظيمة والحسنات الكبيرة، فسر على خطاهم من ناحية الإتيان بهذه القربة وبهذه العبادة الجليلة. وسأذكر لكم بعض النصوص الشرعية الواردة في فضل هذه العبادة التي ينبغي علينا أن ننتبه لها وأن نحاسب أنفسنا على تقصيرنا في أدائها وتفريطنا فيها في أحايين كثيرة. نسأل الله أن يتولانا برحمته. And the question is, dear brother, if you want to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, there is no way but to follow the book of Allah subhanahu wa ta'ala and the sunnah of His Prophet. And we are not inventing a new ibadat to do that. That means we just follow the book of Allah and the sunnah of His Prophet. And he said, my dear brothers, and the most and the greatest way to get close to Allah, even the non-believer will be asked about this, is and you how you get great deeds, and you get a lot of credible, and if you do it, and he asks, what's this ibadah? He said, this ibadah, and you can ask about it, is love of Allah and the love of His Prophet. And he said, and this is the most important and the greatest ibadah, to love Allah and to love His Prophet. And he said, I'm going to give example from the Sunnah and the Hadith about how to love the Prophet, about this great ibadah. إخوان الكرام، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. في هذا الحديث بشرى لكل من يحقق هذه القربة وهذه العبادة التي يحبها الله عز وجل. ما هي هذه البشرى؟ تريد الراحة؟ تريد السعادة؟ تريد السكينة؟ تريد أن تذوق حلاوة الإيمان؟ عليك بمحبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذاق قلبه حلاوة الإيمان تجده بإذن الله عز وجل من أطيب الناس عيشاً
ومن أفضلهم حياتنا. وأما الإنسان البعيد عن محبة الله والبعيد عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ولم يذق حلاوة الإيمان، لذلك تجده يعيش في جحيم لا يطاق والعياذ بالله. أيضا ورد في الحديث الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى يوم القيامة؟ فقال له نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا أعددت ليوم القيامة؟ لماذا؟ ليس المهم أن يوم القيامة غدا أو بعد غد، المهم أنت ماذا قدمت لهذا اليوم العظيم؟ ماذا فعلت حتى تستعد ليوم القيامة؟ فأجاب الرجل شوف وانظر إلى حال الصحابة ومقام الصحابة الكرام، قال يا رسول الله أعددت ليوم القيامة محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال نبينا عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. ثم قال أنس والله إني لأحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمر بن الخطاب وأرجو الله أن أكون معهم في الجنة وإن لم أعمل بأعمالهم. وأيضا بارك الله فيكم الحديث الذي يدل على فضل هذه القربة وهذه العبادة العظيمة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. والله إن هذا يحفزنا ويحمسنا أن نأتي بهذه القربة وبهذه العبادة وأن نفني حياتنا في محبة الله وأن نتقرب إلى الله بمحبة سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. He mentioned the hadith from Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كل فيه وجد حلاوة الإيمان, that there are three things if you find you will find the sweetness of the iman. I know everybody knows the iman and it's the faith. What are those? That Allah subhanahu wa ta'ala and His Prophet أحبوا إليه ما سوى, that you love the Allah and His Prophet more than anything in this life. And there is a bushra, good news from that. If you wanna get rest, if you get happiness, if you wanna get calm, if you want the sweetness of belief in Allah, you need to do only to love Allah and to love His Prophet. And this is what, and if you find this and the opposite exactly, the non-believer, they never find this sweetness of that love of Allah and His Prophet. And there is another hadith that there is a man asked about when is the judgment day. And the Prophet Muhammad asked him with another question, what did you prepare for that? So it is important not to ask when this day or this year, but the important what you prepare. And that man, he answered very, very, very good quick answer, that he said, I didn't do a lot, but only with a love of the Prophet, the love of Allah and His Prophet. And then the Prophet Muhammad, he told him a hadith that's a good news for everyone who does that, is al-mar'u ma'a al-hab. If you are will be in the judgment day with whom you love, if you love the Prophet, if you love his companion, then in the judgment day you will be with them. And Anas alayhi salam, the companion of the Prophet said, we never get happy with any news after the Islam than this one. So he said, I love the Abu Bakr, I love Umar, I love all the companions, so I wish I would be with them in the judgment day. And the other hadith, he said that the one who really tests the sweetness of iman, that radiyallahu anhu, if he agrees that he loves Allah and Muhammad is the Prophet and the Islam is religion, and we should like spend our life in the love of Allah. طيب محبة النبي صلى الله عليه وسلم اشرحها لنا
بين لنا ما معناه، ما أنواعه، ما أقسامه. أقول لكم قبل أن أذكر هذا الأمر، أريد أن أذكر نماذج من محبة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا إلى حال الصحابة مع هذا الأمر، عرفنا ما معنى محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة رضي الله عنهم أصدق الناس في الاستجابة لأمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الآن إلى هذه النماذج. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، مرة يحدث الصحابة ويتكلم معهم بهذا الحديث، قال لهم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ ما معنى هذا الحديث؟ يعني شخص عنده شيء يريد أن يوصي به، من الأفضل أو المستحسن ألا تمر عليه ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة، علي ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ليلتين، ما مرت علي ليلة إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. شوف صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندنا الموقف الثاني. الموقف الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة في المسجد النبوي، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام عن باب من أبواب المسجد النبوي: لو جعلنا هذا الباب للنساء فلا يدخل منه الرجال. مجرد اقتراح من النبي عليه الصلاة والسلام. قال نافع: ما دخل عبد الله بن عمر من هذا الباب حتى مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. انظر إلى صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خذ الموقف الثالث. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا يترك صلاة الليل. لعل قائل يقول: الموقف الأول عن عبد الله بن عمر، الموقف الثاني عن عبد الله بن عمر، الموقف الثالث عن عبد الله بن عمر. لأنه الفقيه ابن الفقيه، لأنه الإمام ابن الإمام، لأنه العالم ابن العالم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب خذ الموقف الرابع، عمن؟ عن آل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قبل أيام كان عندنا موسم الحج. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أخبر الصحابة أنه يريد أن يذهب للحج. زوجة أبو بكر الصديق حامل في الشهر الأخير، بل في الأيام الأخيرة، تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يذهب إلى الحج، تخرج معه في الحج. في أول الطريق تضع مولودها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. انظروا إلى الذمة، وانظروا إلى صدق محبة النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت موجودة في قلوب هؤلاء القوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. And you may ask to explain to us what's that love of the Prophet, and he said what's that the types or parts of this one, and he gave us example of how to love the Prophet or how his companion loved the Prophet, and he gave four examples. First example, the Prophet said to his companion that every single Muslim shouldn't sleep 2 days unless his will written under his pillow. Then Abdullah bin Umar bin Khattab, he's the companion, he said that there is no one night pass and I am without my will under my pillow. So you see how he followed the Prophet. He just said one thing and he followed. And قل لهم سؤال الآن لكم جميعا. Yes. كم واحد منكم كتب وصيته؟ How many of you wrote their will? الآن عبد الله بن عمر مر معنا كتب وصيته. قل yes, لهم الآن. الآن لابد. عبد الله بن عمر wrote. How many of you wrote? Just maybe three. Yeah. Can you say the point again? Yes. First point is Rasulullah صلى الله عليه وسلم said, "Do not leave two nights without having your wasiyya ready with you." Abdullah ibn Umar, he said, I did not leave even one night. Rasulullah said 2 nights. And he said,
even I did not leave one night. And Sheikh says, why he said one night? He said, he could have left two nights. He says, because of love of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sheikh is asking, how many of us are our senior lady? كم واحد منكم؟ How many one, two. البقية three. لابد نبادر بارك الله فيكم. لابد هذا الأمر نحرص عليه. طيب إخواني نقطة. لا تظنوا بأن هذا من باب التشاؤم وذكر الموت، لا، بل إن هذا فيه شيء من التعبد والتقرب لله عز وجل. عندما أكتب في وصيتي وأوصي أهلي وأبنائي بالصبر والاحتساب، هذا تعبد وتقرب لله عز وجل. It's writing the will is just like worshiping Allah and not following the music because you're writing this. It's just like because you love the Prophet, you should follow that. And the other example he gave. لاحقا إن شاء الله بين هلا إن شاء الله. The other example he gave, the Prophet ﷺ suggested that one of the roles of his marriage to be for ladies only. From that moment, Abdullah ibn Umar, until he died, he never kept him from that door. Just suggested, you see how he loved the Prophet and how he followed the Prophet. And the third example, also about Abdullah ibn Umar, when the Prophet ﷺ said something about him, like he's a good, great Muslim, he said that he needs like to pray in the night. And since he heard that from the Prophet, he never left praying in the night all his life. So you see, this is an example. So you see, the example about non-companion, how he loved the Prophet by following what the Prophet ordered him. And the last example he gave, that the wife of Abu Bakr al-Siddiq, when the Prophet mentioned that he's going to do Hajj, and then wife of Abu Bakr, she was pregnant in her last days, pregnancy. Despite that, when she heard that Prophet going to Hajj, she followed the Prophet to the Hajj. She just like, they just left the Medina, and then she delivered the baby. So you see how they followed the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن نتعلم من هذا بارك الله فيكم أن من أصدق علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق واتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا هو المعيار الحقيقي وهذا هو المعيار الصحيح لمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم. حب النبي عليه الصلاة والسلام ليس هتاف أو صواخ أو شعارات أو مؤتمرات أو حفلات أو حتى أغاني وموسيقى، وللأسف صار الآن حتى حب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حفلات موسيقية، وهذا كله خطأ. حب النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تطبيق حقيقي وصادق لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا والله ما نحتاج إليه، وهذا ما ينبغي أن نذكر أنفسنا به دائماً وأبداً. مرت الآن علينا نماذج من محبة الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان حبهم؟ عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تطبيق، عبارة عن عمل، عبارة عن استجابة لما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. He concluded that to love the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you should follow his sunnah, and this is the true evaluation for your love to the Prophet. And he said, it's not like loving the Prophet doesn't mean that a party, the music that we see sometimes when mentioned, this is the way we love the Prophet. The way we should love the Prophet only to follow his sunnah and to follow what he ordered us to do. إخواني الكرام، لا بد أن ننتبه إلى أن أعظم عمل يعبر عن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم تحقيق كلمة أشهد أن لا إله إلا الله. هذه الكلمة كلما حققتها أكثر كلما كان هذا يعني أنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر. إخواني الأفاضل، يوجد من المسلمين
من يقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعضهم الله يعلق هنا خيطا ويعلق هنا خيطا ويعلق على منزله خيطا وخرزات يزعم بأنها تدفع عنه العين والحسد مع أن واجب المسلم أن يطلب من الله أن يدفع عنه العين والحسد. يوجد من المسلمين من يذبح لغير الله، من ينذر لغير الله، من يتقرب إلى الله بمختلف القرب، من يتقرب إلى غير الله بمختلف القرب والعبادات التي لا تقول إلا لله عز وجل. هذا لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا من أعماق القلب. قل الآن لبعض المسلمين احلف بالله عز وجل، يمكن يحلف بالله كذب ما عنده مشكلة، ولكن قل له احلف بأبنائك، لا يمكن أن يحلف بأبنائه كذبا. لماذا؟ لأنه يخاف من ذلك خوفا عظيما. وواجب المسلم دائما وأبدا أن يحقق كلمة لا إله إلا الله. لا تحلف بغير الله، لا تقل النبي، لا تقل أبنائي، لا تقل أمان عليك، وإنما قل والله العظيم وبالله، فإن هذا من تعظيمك لله ومن بيان محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم. يوجد من المسلمين من يعتقد بأن الأولياء والصالحين يعلمون الغيب، يغيثون الملهوف، يحيون الموتى، هكذا يزعمون. والله عز وجل أخبرنا أن الغيب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك لو كان حبك صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم لأيقنت أن الإله المعبود هو من؟ هو الله جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. If you give some example or some that the most or greatest thing you do is the words of La ilaha illallah, shahada La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. And some people they say that Ashhadu la ilaha I love the Prophet, but actually they do things, they put some threat here and I don't know what they call it from against the envy, they put something here, they do stuff to against the envy. من ال في أحد من الهند أو باكستان؟ someone from India Pakistan. What they say؟ تعويذ. تعويذ. نذكر تعويذ. إيه هذا يسمونه تعويذ. هذا ليس بجيد هذا. This is sort of shit. لماذا؟ لأن المعيذ هو من؟ هو الله. ليس هذا لا يعيذ. إنما الذي يعيذ هو من؟ هو الله. لذلك قال الله قل أعوذ برب الفلق. وليس قل أعوذ بهذا، وإنما أعوذ بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. إعادة السيد رفيجي، the sake of only in Allah and not this thing. They put some people that mistake. They put it here. They think that this can do anything. This is some sort of shirk. And also there is something where when you swear in the name of Allah, if you swear in the name, it should be only in the name of Allah, 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 Alim, and don't name even with one name. This is not acceptable. And he said some people, they show that if they ask you swear of the name of Allah, he will swear and lies. But he says swear in the name of your children, they don't do it. They're afraid that my something happened in their children. And the last also example he said about some people, they thought some awliya, those can do anything. Like they know the future, dancing, and or they can do something bad or good to anyone. This is also some sort of mistake among the people. If you really believe in Allah, Allah who can benefit or harm to you. This is only for Allah, and people doesn't do that. Can't do that. وأما الجانب الثاني رعاكم الله عز وجل من محبة النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم في جانب العبادات والقرب الأخرى. الآن أنا أضرب لكم مثال. الإنسان يسمع المؤذن ويعرف وقت الصلاة ويسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، من السهولة بمكان اللي لا أأتي إلى المسجد ولا أذهب إلى المسجد وأذهب وأكمل أعمالي. ولكن هنا تظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على
ما تشتهيه النفس وتهواه القلب وما تطمئن إليه النفس من ناحية الدعوة الراعية. أيضا موضوع آخر، أحيانا تكون في بعض المعاملات المالية، المعاملة المالية هذه تدخل عليك ربحا كبيرا، ولكن المعاملة المالية محرمة، كأن تكون رشوة أو تكون سرقة أو تكون ربا، فهنا يظهر حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. أعرف رجل فقير ما عنده مال كبير، عرض عليه ببيع عملة بلادي بالإمارات مبلغ 1,000,000 درهم، مجرد فقط مشي الموضوع الفلاني، أنت فقط يعني تساهل في المعاملة الفلانية ونعطيك رشوة مبلغ 1,000,000 درهم. فقال لا، لن أبيع الجنة بشيء من متاع الدنيا ومن حسنات الدنيا. فلذلك بارك الله فيكم، لنحقق محبة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستجابة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول بأننا نشأنا ورأينا الناس يفعلون هذا العمل. أضرب لكم مثال، نجد بعض الناس يصافح النساء الأجنبيات، تقول له يا أخي مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز في شرعنا وفي ديننا. يقول يا أخي كل الناس في بلدي يصافحون النساء الأجنبيات. نقول لا، قال الله قال رسوله، هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. بعض الناس تقول له لا تأكل الربا، يقول لك يا أخي كل الناس يأكلون الربا. نقول لك لا يجوز هذا الأمر، قال الله قال رسوله، نطبق ونظهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من أعظم الطرق لبلوغ ودخول الجنة إن شاء الله تعالى. He said there is another path, is to follow the Prophet and following his order and worshipping and other things. He gave an example like someone when he hears the Adhan. Either you ignore the Adhan or you go and leave whatever you love, your work or sometime your business, and to go to come to the masjid and to worship. Also, even might lose some money. Or the other thing, when you talk about some financial, that some people they could, like, if you love the Prophet, you don't take bribery or stealing or some money from the river, from the internet. He gave a very nice example from a man. He's a poor man in the United Arab Emirates, and he was offered a bribery of 1,000,000 dirham, which is about more than a quarter million dollars. But he refused. Why he refused? He said something very, very nice. I don't sell my paradise for this amount of money. You see, it's huge, it's $250,000, but he refused that amount. And they said this is the response to he's following, obeying Allah and following the Prophet. And there are, he said also other example. He said some people, they do things because he said everyone doing that. I'm just doing like the rest of the people, like shaking the hand of the ladies, or some people like dealing with interest and say, okay, everybody in this dealing with interest, why I'm not? So see, this is also, and this shows that he's not following the Prophet and he loves Allah and his Prophet. أيضا رعاكم الله عز وجل حب النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نأمر بهذه العبادة بمثلها. فلنتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الزوجة وفي تعامله مع الأبناء. نبينا صلى الله عليه وسلم كان عنده زوجات وكان عنده أبناء، وعندما كان يعاملهم كيف كان يعاملهم؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الرجال في معاملة الزوجة والأبناء على أنواع وعلى عدة أحوال. من الرجال من يدخل بيته ولا يبتسم أي ابتسامة، يسب زوجته، يشتمها، يضربها، يسرق ويأكل مالها والعياذ بالله، هذا جانب من الرجال. وجانب آخر من الرجال من يتساهل معها تساهلا عظيما، زوجته تسهر خارج المنزل، زوجته تذهب إلى أماكن غير طيبة، زوجته تذهب إلى أماكن المعاصي، والأمور عنده
لا مشكلة عنده في مثل هذه الأشياء. ومن الناس من هو وسط في هذه الأمور. موضوع تعامل مع الأبناء أيها الأحبة الكرام، أنتم في هذه البلد بلد غربة، لا بد أن تطبق التعامل النبوي مع أبنائك حتى تحبب لهم دين الله عز وجل. لا تقسو عليهم، وأيضا لا تتساهل معهم، بل طبق معهم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا، وإنما يكلم الناس بالكلام الطيب. بعض الناس مع أبناء يسبهم، يشتمهم، يضربهم، يهينهم، وبعضهم أيضا متساهل مع أبناء ومضيع لأبناء، وكل هذا خطأ. وإنما نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأنا خيركم لأهلي. Another example of loving the Prophet and following his how to deal with the wives and children. I said that the people here like very different, and we should follow the Prophet Muhammad how he was dealing with his children and how he was dealing with his wives. I said that men are like many types. So you see, the first example, they are really tough and hard, and they use their wives with their words, with humiliation, and different way. And the other type is the opposite. They leave their wife doing whatever they want, even if they go to haram or even or going to do anything that's against their religion. He said we should be something in the middle, and we follow exactly what the Prophet said. Also, he gave a similar example of how they're dealing with the children. Some said some they're dealing with the bad words, humiliating them. And this is wrong. And the other also leave them, especially in this country, and they don't follow them. The other type also is wrong. Whatever we do is we should follow the way of the Prophet Muhammad. And he mentioned the hadith that the best among you is the best to your family. And he said, I am the best to my family. Sallallahu alayhi wa sallam. نقطة سأذكرها، لكن الشيخ تسأله كم واحد متزوج هنا؟ المتزوج يرفع يده. How many married? Yeah, just your aunt. الحمد لله، موصل. من رفع يدي؟ من الذي رفع يدي؟ يعني عنده زوجتين. Nobody. Only one. واحد من الجبناء، فقط مجرد كلام. ما في أي عمل، كله كلام. إخواني الكرام، من أعظم علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، ضعوا في بيوتكم كتاب عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يتعلم الأبناء من هو محمد بن عبد الله عليه أتم الصلاة والتسليم. والنقطة الثانية، من أصدق علامات محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نحرص على ما صح وثبت من سنته صلى الله عليه وسلم، فلا نورد الأحاديث الضعيفة ولا نورد الأحاديث الموضوعة. وهذا تنبيه لنا جميعا، إذا أردنا أن نذكر أبناءنا نذكرهم بما صح وثبت من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. And also at least to have a book in your house and to teach your children the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the other thing also, the last point he mentioned, that be careful with the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Just look for the hadith of sahih, the authentic hadith only. If there is like a hadith munkar or not authentic or da'if, it's weak hadith or very weak hadith, just avoid these things and only follow the authentic hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is one of the signs of loving the Prophet. اسم باب الطرف أخوانك. يعني الآن يعني موضوع ظريف أخواني. يعني شوف ضعف شخصية الرجل كيف تؤثر على الناس. واحد يتكلم مع صديقه وزميله، قال يا فلان زوجتي تؤذيني، لا
لسانها طويل، خلقها شرس، وطبعها سيء جدا. ما عندك حل؟ قال نعم عندي حل. قال ما هو هذا الحل؟ قال اصنع مثل ما صنعت أنا. قال وما الذي صنعته؟ قال في ليلة الدخلة وفي ليلة الزفاف وقبل أي كلمة مع الزوجة أحضرت قطا وجئت بهذا القط عند الزوجة ونحرت القط هذا. فصاحبه قال ما شاء الله، هذا الحل يعني الذي سيظهر للزوجة أن الرجل دموي وعنيف ما عنده أي تفاهم. فالرجل مسكين يعني الضعيف هذا ذهب إلى المنزل وأحضر القط وأو ما تكلم مع زوجته وجاء وذبح القط أمام الزوجة. فقالت له لو كنت قويا لفعلت هذا الأمر من اليوم الأول ولكنك ضعيف. You mentioned a story for a joke that's about the man. He was like weak and related by his like good wife. And then he asked his he has a friend and tell him what to do. He said do what I did in the first in his wedding night. He said I brought a kitten, then I just cut the head and slaughtered that kitten. So she is from that day she afraid from me. And then he went and he did the same thing. But his wife said, oh, you have to do it in the first day, you are a weak man. So it didn't work for him too. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. آمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكثر الله عز وجل من أمثالكم. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. والله